ذكره مقبول صنع في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام. سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام. ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام. سكنت فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد. فهل تصعدوني بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف المقام؟ سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام. ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بينها.